عايزين نتكلم عن حاجه اسمها الدي ام ال اوبريشن. يعني ايه دي ام ال اوبريشن؟ يعني الراجل عرض البيانات وعايز يعمل صف جديد وعايز يحفظ الكلام ده كله اللي عايزين نعمله. بص معايا كده، كليك يمين نيو بيج، هقول له دي ام ال اوبريشن، ماشي، مانج بيم مش محتاج. يلا انت هتحفظ وتعمل من غير اكواد. ايوه، واقول له كده اهو، واقول له اوكي خلاص ماشي. اسحب الجدول بتاعك مثلا، وليكن مثلا امبلي اهو، اسحبه على انه تيبل او فورم مش فارقه معايا. واقول له كده اهو كده اهو، واقول له مش محتاج دول، واقول له اوكي كده اتعمل. ايوه، يبقى ظبط بقى الاسترتش والكلام ده كله، واقول له سيف. كويس. وبعدين يا فندم نحط مثلا فوق منه كليك يمين سراوند ويز بانل جروب بانل كوليكشن، بانل كوليكشن يبقى شكله ظريف اهو، ادي البانل كوليكشن اهو ماشي كده. اي سؤال؟ كويس، نعمل بقى رن ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. ماشي كده. طيب عايزين ايه بقى؟ الراجل مثلا كتب هنا مثلا ايه 2000، اي حاجه، عايز يضغط على سيف علشان يحفظ، عايز يعمل صف جديد، عايز يمسح الصف ده، الكلام ده كله نعمله ازاي؟ الفيو اوبجكت ده تحت منه اوبريشن، صح ولا لا؟ اول واحد اسمه كرييت انسرت اهو. تعالى بقى نحط هنا ايه البانل كوليكشن دي ليها تول بار، تعالى نحط عليها تول بار، تول بار اهو، تول بار اهو، تول بار، حطينا تول بار نقدر بقى نشتغل بقى. ايه بقى؟ ممكن اقول له اهو كرييت انسيرت اهي، كرييت انسيرت يعني يعمل لك صف جديد. خد بالك من الكلام اهو، على الفيو اوبجكت ده اهو، ما تروحش بقى على فيو اوبجكت تاني وتقول لي ما بيتنفس. كرييت انسيرت اهو، طيب اي دي اف برضو. عايزين نعمل مسح يبقى ديليت اهو، يعمل لك بطل. عايزين نعمل ايه تاني؟ بس كريت انسيرت اكزكيوت ده ريفرش، يعني يعيد تنفيذ جمله السيلكت مره اخرى. طيب إيه بس النكست واللاست والبريفيوس ده لما يبقى فورم مع الجدول مالهمش لازم. طب فين السيف؟ السيف موجوده على مستوى الابلكيشن موديول او ادي الابلكيشن موديول له اوبريشن اهو، ادي السيف اهي، رول باك والسيف. رول باك يعني الغاء التعديلات. عملت لينك ليه؟ يعني لينك هتبقى بايخه مش كويسه اهي. ادي رول باك اي دي اف بطن اهو كده، انت ايه حطيت العمليات. ممكن هنا اهو كريت انسيرت تقف عليه وتغير التكست وتقول له نيو امبلوي موظف جديد اهو، ديليت مسح اكزكيوت اعاده كوميت. دي الراجل مش هيفهم يعني ايه كوميت، قول له ايه سيف ماشي كده. طيب لما تيجي تعمل سيف اهو، نعمل كده ايه اهو، اهي العمليات اهي شايف. تعالى بس نعمل رن من الاول، رن اهي شايف، سيف ورول باك عمل لهم ديسيبل لان مفيش حاجه اتعدلت. لكن لما اجي اقول له كده اهو نيو امبلوي، انا واقف مثلا على الصف ده نيو، يقوم يعمل لك صف جديد، تدخل موظف واسمه ابراهيم القداح ماشي، والهاير ديت بتاعه والمرتب 1000 ماشي، وتقول له سيف، كده حفظ البيانات. طبعا واحد يقول لي طب انا عايز اطلع رساله لقد تم حفظ البيانات بنجاح، هنعملها ان شاء الله ماشي يا شباب. طيب ايه كمان؟ الراجل ده مش عاجبني، الراجل ابراهيم ده مش عاجبني، عايز امسحه اهو ديليت. كده اتمسح؟ لا، كده اتشال من قدامك. عشان يتمسح مسح نهائي قول له كوميت، وصلت الفكره؟ طيب نيو لو عملت وعملت رول باك يلغي الحاجه اللي انت عملتها. اكزكيوت يعني ايه؟ يعيد تنفيذ جمله السيلكت مره اخرى. شايف الدنيا؟ زرار سيف معمول له ديسيبل الا لو عمل تغيرات. ممكن لو انت عايزه معمول له انيبل على طول، تروح على الخصائص بتاعته بدل ما تقعد تدور اهو، خاصيه ديسيبل شيلها خالص اهي،
بس خلاص قول له ريفريش اهي سيف اهي خلاص لان مفيش حاجه يحفظها. وصلت الفكره دي عمليات الدي ان ايه اوبريشن، شايف الدنيا ماشيه ازاي. طيب عايزين نعمل حاجه اسمها ماستر ديتيل. ايه موضوع ماستر ديتيل؟ اكتب معايا اكتب معايا ماستر ديتيل. ايه موضوع الماستر ديتيل ده؟ بص معايا كده، انا هنا هحط جدول الادارات. انا مثلا واقف على الاداره 10 اهو، اليوزر واقف على الاداره 10، يقوم رايح جايب له تحت كل الموظفين اللي في الاداره 10 فقط. طيب يقوم رايح واقف على الاداره 20، اول ما يقف على الاداره 20 يقوم جايب له الناس اللي في الاداره 20 وهكذا. ده بيقولوا عليه الماستر وده بيقولوا عليه الديتيل. خد بالك لان دي امثله كتير، ممكن اقف على المخزن يجيب لي الاصناف بتاعته، ممكن اقف على الاداره القطاع يجيب لي الادارات بتاعه القطاع ده وهكذا. بنتعامل ازاي؟ بص معايا كده على الصفحه. اهو هعمل صفحه جديده اسمها كليك يمين بيج ماستر ديتيل. ماشي كده مش محتاج اي حاجه. ماشي واقول له كده اهو واقول له اوكي كده خلاص. ماشي كده يا شباب. ماشي الماستر ديتيل ادي الادارات هي الماستر، يبقى اروح على جدول الادارات اسحبه اهو، اسحبه على انه تيبل عادي جدا اهو اي دي اف تيبل فلتر. ماشي واتحط. ماشي تحت منه عايز احط مين اهو، تحت منه عايز احط مين؟ ها الموظفين. شايف لو سحبت الموظفين ده مش هيعمل اللي انت عايزه. امال انا عايز امسح الموظفين، انا عايز اسحب الموظفين اللي مربوطين بالادارات. بص بص افتح الدت هتلاقي تحت منه فيو اوبجكت مربوط بيه، اسحب حطه تحت الجدول على انه تيبل. لو انت سحبت التاني اللي هو ده هو ده مش مربوط بده، لكن ده هو اللي مربوط بيه، بس كلهم من مين؟ من الفيو اوبجكت اللي هو الام بي فيو. ماشي واقول له اوكي كويس جدا. ماشي كده يا شباب. طيب اللي عمل الحركه دي بقى اللي ربط ده بده عباره عن بزنس كومبوننت انا ما قلتوش، انا قلت الفيو والانتيتي والابلكيشن موديول. عندنا حاجه بقى اسمها فيو لينك. الفيو لينك دي عباره عن فايل اتعمل لوحده اهو، مش حد يقول لي وانا اللي هعمله، لا انت مش هتعمله، هو موجود جاهز اهو. ادي الام اهو، ادي الدبت وادي الام، اتعمل حاجه اسمها ايه؟ لينك. اللينك ده بيربط ده بده. طب اتعمل لوحده ليه؟ لان في الداتا بيز في علاقه بين الجدولين. اكتب معايا بقى الجدول في البيزنس كومبوننت، يا اما بيتعمل فيو اوبجكت عشان يعرض بيانات وانتيتي اوبجكت. كويس. العلاقه بين الجدولين بتتعمل حاجه اسمها فيو لينك. ليه؟ علشان لما اقف على الماستر يجيب الديتيل. دي فايده الفيو لينك. ثواني اهو. ما يجيبش حاجه. نعمل رن تاني. طيب يبقى اعمل بقى ايه؟ نشيل دي كده اهو. نفصلهم. واعمل رن. ماشي نعمل رن عشان يشتغل. انا بيعمل رن يكون احنا قلنا اللي احنا عايزينه. انا عايز لما اقف هنا اهو، انا عايز لما اقف على الاداره يجيب الموظفين، يبقى لازم يكون في علاقه بينهم، العلاقه دي في الداتا بيز. لكن هنا ما بين الفيو اوبجكت، ما بين الفيو اوبجكت العلاقه اسمها فيو لينك. فيو ايه؟ فيو لينك. وصلت الفكره؟ الفيو لينك ده هو المسؤول عن عمليه الماستر وايه؟ والديتيل. ماشي يا شباب. بصوا كان في هنا ايه؟ برضو السنتر ما ينفعش يظهر عليها اتنين تيبل، عشان كده الدنيا كانت ايه؟ واقعه. فتروح هنا خد بالك من الموضوع ده عشان ما تنساهوش. بانل سبليتر ممكن اقول له مثلا ايه؟ حط لي بانل سبليتر، بانل سبليتر سبليتر بانل سبليتر راح فين؟
بص ممكن اعمل ايه؟ بص ادي كده اهو، لما نقعد ندور ادي التيبل الاولاني وادي التيبل التاني، حلو كده؟ حلو. واقوم جاي كده اهو، بص 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 هنا اهو، واقوم قايل له اهو ايه اف بانان سبليتر اتعمل، واقوم رايح عامل كده، حلو كده؟ واجي هنا اهو في الجدول الاخير، واقوم جاي كده اهو ماشي كده، حد عرف انا عامل ايه؟ ايه، واقوم جاي عامل كده اهو وقافل البلل سبليتر ماشي كده. يعني دي حاجه دي حاجه من ايه، من الحركات اللي احنا بنعملها، بس برضو عايزين ندور عليه. بلل سبليتر، بلل سبليتر اهو، ادي البلل سبليتر اتحط، احط ده في اليمين واحط ده في الايه، في الشمال مثلا يعني، بس كده نعمل ايه، رن يشتغل بإذن الله. مع شباب الدنيا اشتغلت اهي وتمام وزي الفل. طيب شايف بقى الدنيا هنا ماشية ازاي؟ شايف الصفحة زي الفل اهي، 10 يجيب لك الناس اللي في الإدارة 10، 20 يجيب لك الناس اللي في الإدارة 20، 30 يجيب لك الناس اللي في الإدارة 30، 40 مفيش حاجة. طب أنا عايز أضيف ناس في الإدارة 40، أعمل إيه؟ أيوه دي إم إل أوبريشن بالظبط. أقوم رايح كده أهو حاطط انا بقى ايه، يعني الكلام بقى كلام ايه معاد، احط بقى سراوند ويز بلل كوليكشن، والبلل كوليكشن دي ليها طول بار، احط عليها الطول بار بتاعي، حطيت بلل كوليكشن ولا بلل اكوردين؟ بلل كوليكشن، بلل كوليكشن، كليك يمين سراوند ويز بلل ايه، بلل كوليكشن اهو، بلل كوليكشن، والبلل كوليكشن ليها طول بار، التول بار ده احط عليه ايه، احط عليه التول بار واحط عليه كومبوننت يعني، وهكذا. اروح بقى ايه، اروح على الايه الاوبريشن اهو، الجدول بتاع الام بقى اهو مش ده، اروح على الاوبريشنز بتاعته اهي، اروح اجيب كرييت انسيرت اهو، احطها على التول بار، لا يبقى لازم احط تول بار الاول اهو، تول بار اهو حط، وبعد كده اروح كده اهو الناس تفوق وهي شغاله، كرييت انسيرت عشان صف جديد، اي دي اف بطن، عايز اعمل سيف، اقوم رايح عامل كده اهو 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 اهو، واقوم قايل له سيف، وهكذا بقى. وصلت الفكره؟ لو عمل ريفريش اعمل كده ريفريش اهو، اعمل رن تاني يا سيدي كده الدنيا ايه ظبط، واخد بالك انت؟ بروح اسحب كرييت انسيرت وبسحب الاوبريشن من الفيو اللي انا واقف عليه، الفيو. طيب اهو عايز الناس اللي بدرق اهو، اقف عمل لي صف جديد، خد بالك من الحاجه دي بقى، هنا 40 عمل لك ليها كوبي هنا في الجدول، الفيو لينك هي اللي بتعمل كده، يبقى العمود ده ملوش لازمه اظهره، صح ولا لا؟ اهو قوم رايح واقف عليه في الاخر خالص، الديبت نمبر العمود ده اهو، اروح اخليه ريندر ديفولت، فين الخصائص؟ اهي ريندر ديفولت بس كده خلاص اهو 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 زي الفل خلاص. وصلت الفكره؟ وادخل هنا مثلا موظف 333 اسمه ابراهيم القداح ماشي، واقول له سيف يحفظ، خلاص مفيش اي مشاكل اهو واهو زي الفل. وصلت الفكره؟ ادي الدي ام ال ايه اوبريشن، ادي الفيو ايه، ادي الفيو لينك، الكلام ده كله مفيش فيه اي مشكله ماشي يا شباب. اي سؤال؟ كده الفيو لينك احنا شرحناها، الفيو اوبجكت، الكلام ده كله. طيب بص اللي جايه دي بقى اخر حته ان شاء الله في المحاضره النهارده، بص ادي السكند صح كده. طيب نحط هنا بانل سبليتر تاني، بانل سبليتر سبليتر ماشي اهو على السكند ده ماشي، وده اهو، وهنخليه ايه، هنخليه فيرتيكال كويس، وهخلي البلل كوليكشن في الاولاني، والسكند ده اهو بقى هنسيبه فاضي، او هحط لك بس بلل جروب، بلل جروب لاي اوت اهي اهي، بس عشان ايه اوصل لك انا عايز اعمل ايه. بص شايف؟ لا احنا عايزينها مش كده، احنا عايزين فين ده اهو هوريزونتال كويس، ومحطوط على السكند ماشي،
طيب هذا السبليتر ده هو محطوط ايه فيرتيكال، بص اهو ده اهو، هنخليه ايه فيرتيكال بس كده صح تمام، ونخليه كده اهو كده اهو اهو كده الجدول اللي فوق اهو، شايف الامور ماشيه فوق. طيب امال ايه بقى اللي تحت، يعني انت عايز تحط ايه تحت هنا؟ بص عايز احط رسم بياني، رسم بياني ده يا اخوانا دائما وابدا، ركز معايا كده ركز معايا كده، دائما وابدا بيبقى معمول كده رسم بياني صح، ده الاكس وده الواي ماشي. الرسم البياني ده اهو بيبقى جاي من فيو اوبجكت كويس، عايز احط هنا الـ المرتبات وهنا الموظفين، يبقى هنا بقى ايه كل واحد بقى رسم بياني بقى ايه من الكبير ومن الصغير الكلام ده كله. طيب فين الفيو اوبجكت اللي هيتعمل عليه الرسم البياني؟ اهو الموضوع مش صعب اهو، انا واقف هنا اهو، مش دي بقى ملهاش لازمه، اروح هنا اهو على الفيو اوبجكت بتاعي ادي على الامبلي اهو، بص ادي الامبلي اهو لوحده بشدتين، وهتلاقي هنا حاجة اسمها جراف اهو، نفس الفيو اوبجكت اسحبه على انه تيبل، اسحبه على انه فورم، اسحبه على انه جراف بار اهو، ادي البار واقول له اوكي اوكي. في اشكال كتير بقى ماشي كده، يقول لك طب مين الاكس؟ الاكس هقول له هو الاي نيم كويس، طب ومين الواي اللي هو السالري اهو، بس كده والله ايوه والله بس كده خلاص. طبعا لما اتعمل ماشي اهو ماشي، اعمل هنا ريفريش اهو، شايف؟ لا تعالى نعمل رن احسن اهو شايف، جاب لك اهو البيانات اهي. في شكل تاني احسن، ايه بقى؟ ممكن اخليه 3 دي اهو، ممكن اجيبه هنا اهو بقى في الخصائص، نقعد نلعب شويه البيهيفير في ال 3 دي افكت افكت اهي افكت 3 دي افكت، اخليه بترو ماشي. يعني لو عايز حاجة أنا ما قلتهاش ممكن تدور عليها في الخصائص، ممكن تلاقيها أو تعمل سيرش على النت، شايف 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 3 دي افكت شايف، ممكن تديله أنيميشن. يعني إيه أنيميشن؟ مش فاهم، بص يعني ايه اهو البيهيفيور، ركز معايا بقى يا راحت فين، ادي الجراف داتا، ادي البيهيفيور، ادي الابيرنس بتاعه اهو. طيب تعالى بقى نشوف، ادي ال 3 دي افكت، طيب الانيميشن اهي، بص بقى هنا هقول له ايه، هنا هقول له الاكتف داتا اوتو، طريقه الحركه اوتو. طيب لما يتحرك، لما يتحرك يتحرك زمن قد ايه؟ ده بالملي ماشي، نخليه كده ونعمل ريفرش. بص 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 عايزين ايه نعمل كده ريفرش هو مش ظابط الحركة، انيميشن اوتو انيميشن اون ديسبلاي، نخليه ايه اوتو بس كده بس كده، ونقول له سيف انيميشن اون ديسبلاي، ممكن الزمن يكون ايه قليل يعني، بدل ما يتعرض كده يتعرض له شكل ايه، هو راح فين كنت عامل منين اهي، بص هو كان بس الزمن قليل فكان يتحرك بس ما كناش شايفينه. تعالى مثلا نقول له 1000، 1000 ده مناسب قوي، ونقول له هنا مثلا ايه بيجي لك من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال، بص بص ايه اللي هيحصل،
بص اهو يقوم يتحرك كده شايف. يعني ممكن بقى ايه تقول له ايه اي حاجة إيه الفا، يعني اقعد جرب بقى الاشكال زي ما انت عايز، شكل اللي يعجبك يبقى عامل. ماشي اهو شايف، يعني ايه يعني بيبقى كده باهت، وبعد كده اللون بتاعه بيبقى ايه كويس. بص بقى ايه هنا يعني ايه في ليه، اقعد جرب بقى براحتك معايا يا شباب. طيب شايف راح فين؟ لا يبقى غير ال، يبقى غير الشكل ده، يعني يبقى غير ايه يعني اقعد بقى ايه جرب الشكل اللي يعجبك، بس بتاع ليفت تو رايت ده بيبقى كويس. طيب إيه لو انت بقى بتسحب ده اهو، يعني لو انا شلت الجراف وسحبت الامبلوي ده اهو، هيجيب لك جراف وسحبت الامبلوي ده اهو هيجيب لك الماستر ديتيل اهو، ادي الاي نيم وادي السالري. كان الاول بيجيب كل الموظفين، لكن دلوقتي لا، مش هيجيب كل الموظفين، امال هيجيب لك الموظفين اللي انت واقف على، اللي واقف على الاداره بتاعتهم. انا واقف على الاداره دي، هيجيب الموظفين بتوعك اهو. اعمل رن بص معايا اهو، جاب لي مين ده وده وده. طب لو وقفت هنا شايف الجراف يتغير اهو، ماستر ديتيل يبقى ما هو الا ماستر ديتيل. يبقى ايوه، يبقى الدنيا ماشيه ازاي يا جماعه؟ الجراف الفورم التيبل كلهم فيو اوبجكت، وصلت الفكره؟ فيو اوبجكت انا بعرضه زي ما انا عايز. مطلوب منك ايه بقى؟ تاسك. انا عايز التاسك بقى، انا عايز ايه؟ بص لحظه، انا عايز ايه؟ جراف هنا رقم الاداره، مش عايز اقول لك اسمها، رقم الاداره، وهنا متوسط المرتبات في كل اداره. يعني الاداره 10 متوسط المرتبات بتاعها قد كده، الاداره 20 متوسط المرتبات قد كده، الاداره مش عارف ايه متوسط المرتبات قد كده. ماشي، انا بقول لك هنا عرضت رقم الاداره، مش عايز اقول لك اسمها. لو قدرت تعمل اسمها اعملها. ماشي يا شباب، يلا السلام عليكم ورحمه الله.